يضع المهندسون والعاملون الفنيون في محطة ضخ المياه في مسكن شرق لمساتهم الأخيرة قبل الإذان ببدء تشغيل المحطة الضخمة التي تروي أكثر من 35 ألف هكتار من الأراضي الزراعية وتؤمن مياه الشرب لريف حلب الشرقي. الخبرات العلمية والجهود الهندسية والفنية الاستثنائية التي أبدتها فرق الصيانة المختصة أتت أكلها، ليس لمحطة ضخ مسكن شرق فحسب وإنما لمحطتي البابير والمشترك أيضا، فمحطة الضخ الثلاث تعد الأضخم والأكثر إنتاجية في سوريا. المجموعات الإرهابية على المحطة، محطة ضخ مسكن شرق اليابانية، تعرضت لعدة تخريب، أول شيء تكسير، بعدين حرق، بعدين فجروها من تحت وغرقت الطابق تقريبا شيء 22 متر مي. حاليا نقوم بأعمال الصيانة والتأهيل من جديد، علما أنه رقم العقوبات ورقم صعوبة في تأمين قطع التبديل استطاعنا أن نعيد هالمحطات هاي ونعيدها للتأهيل. ضخ مياه الري عبر أقلية الخاصة بها كان له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الزراعي، ليس في حلب فحسب بل على مستوى سوريا ككل أيضا. فمع ضخ المياه تطورت العملية الزراعية في عموم الريف الحلبي الشرقي وخاصة منطقة مسكن وغرب بحيرة الأسد. ترفد الاقتصاد الوطني بالمحاصيل الزراعية والتشغيل اليد العاملة، حيث تم صيانة هذه المحطات وتجهيزها بجهود وطنية كاملة بدون أي عقود أجنبية. أكثر من 24 ألف هكتار من الأراضي المروية عادت إلى دائرة الإنتاج والاستثمار، ومن المتوقع في الفترات المقبلة عودة أكثر من 90 ألف هكتار في تحد واضح لقانون قيصر والعقوبات الغربية وبسواعد وخبرات محلية.